الحصه نتاعنا اليوم بدلوا شويه الاختصاص، نحكي هون اكيد المنتخب الوطني التونسي استأنف استعداد المونديال لمصر ان شاء الله في بدايه العام الجاي، نستقبله بالتليفون الكوتش الجديد للمنتخب سامي السعيدي. كوتش اهلا بك. مرحبا بك سلام ومرحبا بمستمعين اكسبريس اف ام. اول حاجه كوتش ما جاتش فرصه باش نباركوا لك، اكيد من احسن المدربين التوانسه وتستحق ان شاء الله فرصتك في المنتخب الوطني التونسي، وبالتوفيق والنجاح ليك وللمنتخب ان شاء الله. بارك الله فيك. شكرا دونك كوتش، انطلقتوا في الاستعداد للمونديال، عملت اول ليستا اكيد متكونه من اللاعبين المحليين في ظل ما لازموش يكونوا موجود بين اللاعبين نتاع المحترفين خارج تونس، كيفاش كانت بدايه التحضيرات ولو انه بعد تقطعت شويه تنحكيو عليه؟ والله سيتي ان برومي كونتاكت للناس الكل الحقيقه، ما بين معناها اطار فني واطار معناها طبي لاعبين، فما لاعبين جدد تم دعوتهم اول مره المنتخب الاكابر. الحقيقه كبرومي كونتاكت معناها عملنا ستاج من مغدي حتى لنهار الجمعه، سيتي ان بون ستاج خدمنا فيه بالكدا زاد في نفس الوقت، اكتشفنا اللاعبين وقفنا على الامكانيات نتاعهم خاصه البدنيه مع عمر خضيره اللي هو مساعد وفي نفس الوقت معد بدني. الحقيقه لقينا شويه تفاوت بين اللاعبين، تعرف فما لاعبين عندهم مده ما همش كومبيتيتيف معناها اللي يروحوا خاصه من خارج حدود الوطن، وفما اللاعبين اللي هما موجودين معناها في تونس ولعبوا البطوله ولعبوا الكاس، دونك كانوا حاضرين خير على المستوى البدني. دونك حاولنا باش نقربوا اكثر اللاعبين على المستوى هذا، وفي نفس الوقت سيتي بريفيو باش نعملوا ستاج اخر اللي هو في الاسبوع هذا باش نبروفيتيو معناها خاصه بعد تاخير موعد البطوله، لكن مالوريزمون مع المشاكل تاع الكورونا دونك سايتي ديكالي الاسبوع الجاي ان شاء الله. فما ملاعب تاكد اصابته كوتش بون، ياسح حشيشه ابارامون تاكدت اصابته، كذلك اصيل النملي. لا بون هو الياس ماهوش موجود معنا، اي صحيح موجود في القائمه الموسعه مع الاسبيرونس، اختلط بالملاعب بعض الملاعبيه هكا ولا الترجي كان فيه اصيل اكيد، لكن ما كان عنده دي سيمبتوم في وسط الستاج، والحقيقه من بعد تاكدنا لانه ما عندوش ما نعرفش الساعه والتيست ولا لا الاسبوع هذا من الفتره. هو البارح عمل تيست. ما سمعتكش. البارح عمل تيست. خرج ريزلتا. نورمالمون اليوم ريزلتا مازالت لحد الان مازالت ما خرجتش. اي مازلنا ما تاكدناش، هو دي سامبتوم في وسط ستاج، مي بون طلعت سخانه في نهار كنا باتصال مع كان موجود معنا نعيم معناها موجود اخصائي العلاج الطبيعي، كان باتصال مع الدكتور منذر مبارك، عطاوه 24 ساعه بورفوار معناها كان طاحت ولا في الفترة هذيك ما عاودتش رجعت له سخانة، دونك ما صاروش دي سامبتوم اخرين، قلنا كملنا التربص وتوا ممكن عاود عمل تيست باش يتاكد 100%. يقلقك شوية الانقطاع هذا نتاع التربص كوتش، سيرتو في بداية انت المسيرة نتاعك مع المنتخب؟ والله يقلق يقلق اسلام، خاصة انه حبينا نبروفيتيو برشا باللاعبين المحليين، تعرف باش نزيدوا نخدموا اكثر، سيرتو انه في فترة راحة ما فماش معناها بطولة، تعرف من بعد اللاعبين يعاودوا يرجعوا للفرق نتاعهم، ممكن البطوله تعاود ترجع، مازلنا مانيش متاكدين، الاداره الفنيه قاعده تشوف معناها خاصه على البروتوكول سانيتير بارابور على روبريز دي شامبيونان. كان نحسبوا ريالمون معناها فتره تحضير المنتخب لبطوله العالم بالافكتيف كامل، معناها باش يكون عندنا اسبوع في شهر 11 اللي هو لا سومانيا شاف باش يجونا فيهم اللاعبين اللي ينشطوا خارج حدود الوطن، وباش يرجعوا لنا اسبوعين قبل بطولة العالم شوية بالكل، باش تحضر الفريق كامل بكل عناصره، باش يكون عندنا ببري 3 سومان 3 سومان و demi معناها باش تحضر منتخب، وتعرف وقت قصير برشا، سي بور سا معناها الامور صعيبة شوية، خاصة اليوم في ظل هالكوفيد التنقلات خارج الوطن صعيبة، باش نستدعوا منتخبات، بعثنا العديد المنتخبات في لا سومانيا شاف تاع نوفمبر، عديد المنتخبات اعتذرت، فما برشا منتخبات زاد يلعبوا في شهر 11 تصفيات اوروبا، دونك ما لقيناش اليوم، فما منتخب الجزائري اللي حب يلعب زوج مباريات، لكن مالوريزمون اليوم تعرف الكونفينمون في الجزائر كي باش يجيو لازمهم يقعدوا زاد 14 يوم هنا، دونك الامور صعيبه شويه صعيبه شويه.
كوتش برشا وجوه جديده شفنا في المنتخب من سقيه الزيت، متالق حقيقه الموسم هذا كيف من الحمامات المهدي ام لاعبيه شفنا جدد وشبان. نجم نقول الثوره راح تظهر سامي السعيدي في المنتخب، والا تحب تشوف اكثر عدد ممكن من اللاعبيه انت؟ والله هي لا ليست اليوم الاتحاد الدولي اعطانا ليست دو 35 جوار باش نسجلوهم سيرتو في ظل الكوفيد، باش اون كاو في وسط الكومبيتيسيون معناها يتضرب لك لاعب اثنين ثلاثه ما تعرفش انت. في نفس الوقت اليوم رينا معناها هذه حقيقه، معناها رينا ساقيه الزيت قدم موسم جد ممتاز، عناصر لاعبين معناها قدموا اداء طيب، فريق لعب نهائي بطوله، فاز بالكاس على الترجي الرياضي التونسي، دونك اوتوماتيكمون اليوم فما عناصر برزت حبينا نزيد نقفوا عليهم معناها في ظل التربص هذا. في نفس الوقت معناها استدعينا عناصر شابه اللي هي تلعب في منتخب الاواسط اللي هما عناصر جد ممتازه واللي قادرين يكونوا معناها في 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 الليست لارجي نتاع المنتخب الوطني التونسي. اعطينا فرصه للاعبين اخرين زاد اللي هما بالحق معناها عمرهم ما التحقوا بالمنتخب لكن اليوم برهنوا في البطوله لانهم من احسن ما هو موجود على المستوى المحلي. الباب مازال مفتوح قاعدين نشوفه في ظل التربصات، علاش حبينا اونشين تروا ستاج دو سويت معناها اللي هو الاسبوع الفارط الاسبوع هذا والاسبوع الجاي باش نزيدوا ممكن اكثر ناخذوا على امكانيات اللاعبين، لانه تعرف اسلام ما بين لاعب لاعب فريق ولاعب منتخب بتتغير المعطيات. اليوم دونك حبينا ناخذوا كاطار كامل على اللاعبين هذوما. مالوريزمون نا با بي في ستاج نتاع الدوزيام سومان هذه، ان شاء الله الاسبوع الجاي نكون متواجدين الناس كل مع بعضنا بيان سور، ومن بعد ان تيست خاطر باش نعملوا تيست كل المنتخب معناها عناصر المنتخب الاطار فني طبي واداري باش نعملوا تيست ولاعبين نهار الجمعه ان شاء الله باش نجموا ندخلوا ستاج نهار الاثنين من نهار الاثنين حتى لنهار الجمعه الجاي ان شاء الله. في مقابل لاعبيه جدد كوتش ام لاعبيه رجعوا قدام رجعوا كي مصباح الصانع كذلك مروان مقيز، شنو هو الديسكور اللي حكيتوا معهم اللاعبيه هذم باش اقنعتوهم بالعوده كوتش؟ والله سيتي الحقيقه معناها اتصلت بعديد العناصر منتخب خاصه اللي بعد في الفتره الاخيره، هو شنو هو لو بوت؟ انه نخلقوا فريق هوموجين معناها فريق متكون من عناصر مخضرمه عندها معناها الخبره وعناصر شابه اللي نعطيوها الوقت باش نحضروها ان شاء الله للمستقبل كره يد التونسيه. كانت لي جلسه مع مصباح الصانعي كيف مع مروان مقايز، نرى في مروان الامكانيات الحقيقه وانه قادر يكون ليدر في المنتخب، قادر يعطي الاضافه للحراس الشبان، قادر يعطي الاضافه لانه اللاعب هذا عاش عديد معناها ليزيكسبيريونس سواء في تونس ولا خارج تونس. مصباح بور موا سان جوار تري اكزومبلير، مصباح اللاعب المحترف المثالي اللي نجموا نربيوا عليه اجيال، معناها اني حاجتي باللو بون اكزومبل وحاجتي بلي جوار كي اسبير هاللي جون هذم فير لو سي سا لو بوت معناها نتاع وجود لاعبين مخضرمين في المنتخب. الحقيقه كي لبيت لهم الدعوه فرحوا برشا وحكينا على البروجي، هو البروجي حكينا فيه مع رئيس معناها مع رئيس الجامعه ومع اعضاء الجامعه باش انه نخدموا فريق لل 2024. تعرف فما لاعبين ممكن اعطاوا للمنتخب، اليوم لازم فرصه للمجموعه جديده للمنتخب اخر ممكن اللي يمثل راي تونس ان شاء الله في المحافل الجايه ان شاء الله. كيف جهاد نفس الكا جهاد جبل؟ اي جهاد اتصلت به زاد كيف تعرف كانه تو كيما مصباح مثلا ناخذ مكان مصباح الى تي توشي بعد الخيبه والنكسه اللي صارت لنا في بطوله افريقيا وتمس معناها في معنوياته خاصه بعد الهزيمه هذيا، كان يستنى باش انه تونس تفوز بالبطوله الافريقيه هذه ممكن اول لقب ليه على مستوى المنتخب، حب زاد كيف يعمل جوز اولمبيك سنة با بوتي قال لك يزيني معناها في العمر هذا بتاتر يزيني خلي فرصه لغيري، دونك حاولنا اقنعناه. جهاد صار ان بتيت انسيدون بوندون الكونفينمون دونك ممكن مشكل اتصالي حكايه فارغه الحقيقه معناها باش يلعب كيما جهاد اليوم يترك المنتخب، كلمته وحكيت معاه في نفس الوقت وفما راه باش نحل بارونتيز فما عبد الحق بن صالح اللي كانت جلسه ليا معاه زاد كيف ان شاء الله على سلامه معاه حبيت نرجعه زاد كيف عبد الحق صار له انا انسيدون قديم في 2017 دونك بعد شويه على المنتخب حب ياخذ اكثر وقت
دونك عطيتو الاريحيه باش يقعد. كاين انك ياخذ كارت بلونش كوتش من الفيدراسيون، معناها خاطر فما لاعبين كاين مغضوب عليهم بهالي وياخذ كارت بلونش نجم نقولوا. والله شوف اسلام، حكيت مع رئيس الجامعه، معناها النقاش كان في العوده نتاعي هو اني ناخذ كل الصلاحيات نتاعي باش 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 نعاود نكون المنتخب. مدرب من ليتاش نتاعو هو انه يتواصل مع اللاعبين نتاعو، مش انه يقنع اللاعبين نتاعو، خاطر في الاخر راهو راس مالنا هما اللاعبين، تحب ولا تكره، معناها سواء لاعب سواء مدربين ولا جامعه، راس مالنا هو اللاعب التونسي اللي باش يعطي الاضافه. واليوم علاش معناها نخسروا لاعبين كيما هكا بعد ما كوناهم، معناها وخذاو جهاد بور موا مازال في الدوبي كارير نتاعو انترناسيونال، معناها انه يخرج من المنتخب بالطريقه هذه الحقيقه خساره كبيره للكره التونسيه. اليوم باش تلقى بنيفو معناها في اللاتاي تاع جهاد جبل زوز متر في الاربعه يلعب لك في اوروبا، تخلي يلعب في الشامبيونز ليج اوروبيا، بدا يتخضرم بدا. والحاجه الباهيه بدا يلعب في الديفونس كوتش، اللي ما كانش في تونس معناها. لازم فوالا معناها لازم يزيد يستغل ممكن نقاط ضعفه، هو جهاد كانت في السيكتور ديفونسيف يتحسن، ونعرف اللي هو باش يزيد يعطي الاضافه مع مروان شويرف اللي قاعد زاد يلعب في الدوري الفرنسي، مع السوسي، مع امين بنور زاد كيف عندنا لاعبين اللي ينشطوا في رومانيا، معناها هذوما اللاعبين اللي لازم اول حاجه ساعه باش نرجعوهم في الكونتكس نتاع انه يكونوا هما لي ليدر في المجموعه هذه اللي باش تتبنى ان شاء الله في البريود هذه، ويكونوا اكزومبلير داخل الملعب خارج الملعب، والمجموعه كلها تصب لانتيري واحد هو مصلحه المنتخب الوطني التونسي. ما نطولش عليك كوتش، اخر سؤال والاكثر تداولا بين الاحباء، البوغان مباشر علاش خارج المنتخب في القائمه اللي فاتت؟ والله كنت فسرت الحقيقة في الفترات الأخيرة. شوف، زوز عناصر عندهم إمكانيات كبيرة، سواء رفيق وإلا أسامة البوغاني. اليوم أريد زوز عناصر أخرين اللي إيزون إكسيلي في الشامبيونا، معناها في الدوري التونسي. دوزيليم تاع الساقية، لاعب تفرجت فيه اللي هو رامي في نصف نهائي البطولة ضد النجم الراضي الساحلي، عمل اللاعب هذا 10 على 10 في شوط واحد. واللاعب الثاني اللي هو غسان، عندي مده الحقيقه نتبع فيه من اللي كنت في الدوري التونسي وكان يلعب في ساقيه الزيت، لاعب عنده امكانيات كبيره. حبينا نشوفه، حبينا نقول ونعطيه بتيت الروح جديده وندخله، ما نخبيش عليك، ندخله لا كونفيرونس معناها وسان دو ليكيب ناسيونال، باش ما عادش حتى ملاعب يحس روحه في اسيز كونفورتابل والا انه انديسبونسابل في المنتخب، لانه ما نخبيش عليك ممكن فما لاعبين تعرف اوني دي زيتر هيومان واني فراجيل شويه، دونك حسينا بالشيء هذا ان مومون، معناها فما لاعبين هما بيدهم ديما لا ميم كونفوكاسيون، نفس الوجوه، نفس الفريق، نفس التركيبه، دونك ان مومون لازم تعطي روح جديده وتدخل لا كونكورونس باش كل لاعب يولي يدافع على مكانه ويعطي كل ما عنده باش يربح بلاصته في ليكيب ناسيونال لي بلوس لي موا، ونلارجي معناها زاد كيف لا ليست نتاعنا كما قلت لك. عندنا بطوله عالم اللي هي في ظرف معين، ظرف صعيب، اليوم تعرف ينجم يتضرب لك لا قدر الله لاعب بالكوفيد يخرجوا لك اربعه خمسه معاه. يعني اذا لاعبين اخرين ما تدخلهمش في جو المنتخب وما تحضرهمش وما تهيئهمش، معناها ممكن ما تلقاش البديل من بعد، هذه الحاجه الاولى. والحاجه الثانيه، اذا اللاعبين هذا ما يستحقوا انه باش يكونوا المنتخب، يا خويا المنتخب مفتوح للناس الكل، ماهوش مفتوح لاسامي معينه وماهوش مفتوح لفرق معينه، معناها اي تونسي يلعب كرة يد وقاعد يقدم في الإضافة في الفريق نتاعه وقاعد يبرز، إيبا لابورتي توفيرت باش ينجم يكون موجود في القائمة نتاع منتخبته. معناها مش خارج حساباتك الزوز، وحتى كيف محمد أيوب حافل اللي متألق في البطولة كيف زاد؟ لا لا لا، ما فما حتى حد، هو عندنا ليستا مفتوحة لما حالة حطينا فيها كل أسامي هذوما نتاع 35 لاعب، كلهم موجودين. بعد شوف إسلام، ما نجموش نعيطوا للاعبين الكل زاد في الاخر. فما دي كريتير، فما دي شوا بارابور بروجي جو كون فا ميتر اون بلاس. يعني هذه حاجه واضحه. اليوم فما اختيارات، يكونوا عندك ثلاثه في نفس المركز لازم تختار منهم اثنين. يكون عندك دو سوليسيون ما بين لاعب يقدر يدافع ويهاجم، ولاعب يهاجم برك ما يقدرش يدافع، يبقى مش تاخذ لو جوار كومبلي اللي هو ينجم يدافع وينجم يهاجم. ويزيد في الاخر راهو فما مستوى الدوري التونسي وفما مستوى العالمي اللي هو يفرق كثير،
تعرف حاجتك بالبنية الجسدية، حاجتك بالكاليتي فيزيك، حاجتك بالكاليتي فيزيك الكل، حاجتك بالبشرتو في الدفاع، معناها تكون عندك بنية جسمانية كبيرة باش تقدر تجابه المنتخبات العالمية هذه اللي هما قامات. تعرف ناس الموين دتاي نتاعهم تلقاهم من 1.95 وانت طالع. دونك هذا اللي قاعدين اليوم بالاسامي حتى جديدة اللي دخلناها اليوم ما شاء الله، معناها عندنا لاعب اصاغر ولاعب اواسط، لاعب الاواسط 2.05 رامي لاعب طبلبه، كيف لاعب المهديه شاب منتخب اصاغر اليوم 1.97 يعني لي غوش 1.97 سان بوتونسييل انار، معناها لاعب هذا لازم نخدموه ودخلوه في جو المنتخب باش نحضروه في القريب العاجل ويكون عندنا البديل ان شاء الله في المراكز الكل. فهمت؟ واضح، هذا هو الفرق اكيد بين مدرب تونسي ومدرب اجنبي اللي يخدم المستقبل نتاع الكره التونسيه. شكرا، شكرا لك سيد سامي السعيدي مدرب المنتخب.